كانت عندي 13 عام هو كيحاول انه يتقرب مني، كيتعامل معايا طريقة ماشي هي هذيك، وكنبقى نهضر معاه كنقول ليه بابا هادشي اللي كدير راه حرام، راه انا بنتك راه ماشي شي وحده من الزنقه باش انك تعامل معها بهذه الطريقه. كيقول ما كيهضرش معايا، كيبقى غير انه داكشي اللي بغى ليه هو حتى يوصل لي، وكيبقى غادي بحال هكاك ديما نفس المشكل. ديما ملي كنكون غير انا وياه كيتعامل بنفس المعامله. ومشى واحد المده تقريبا حتى كانت عندي ديك 18 عام، عاد ولا عاوتاني تبدل الاسلوب ديالو، ولا كيتعامل معايا اكثر ما كيتعامل معايا في الاول، انه كيتقرب مني، كيبغي يعنقني، كيبغي يبوسني. كان بعد الخطرات اللي كيخليني حتى نكون في الكوزينه كيجي عندي على غفله من اللور وكيعنق فيا، ملي كنحيد يدي كيزيرني. ومشى هكاك هكاك حتى وقع داكشي اللي وقع. داك النهار نيت بالضبط كنت غير انا وياه، كانت ماما مسافره، خوتي تا هما مسافرين، وجلست معاه غير انا وياه في الدار. من بعد فاش تعشينا هو خرج، وجلست انا كنتفرج. ملي دخل حقاش ما مدش معاه الساروت، دق حليت ليه، مشى خرج، مشى دخل الدار، ومشيت انا نعس. وبقى حتى ما عرفت تقريبا شي ساعه ولا ساعتين اللي بقى عاد يجي عندي البيت، وكيتلمس فيا. ملي كنوض كنبغي نوض باش نخرج من حدا ولا نحيد يديا، كيرجعني لبلاصتي. وديك الوقيته صافي ما حسيتش براسي، حتى صافي شدني بالجهد وحيد ليا سروالي حتى دار داكشي اللي وغوت، ما حسيتش براسي. انت غوت هذيك الساعة صافي، تقسحت وغوت. هو صافي ملي غوت صافي حيد لبس حوايج وخرج من الدار. ديك الوقيته ما درت والو، هزت حوايج وجلست كنبكي حتى الغد ليه. ملي قلبت عاد لقيت فيهم الدم، وما بداك النهار نيت غير هزيت حوايج صافي بقيت كنبكي. ما قدرتش حقاش كنربى فيا الخوف من صغري، داكشي علاش ما قدرتش انني لا نقولها للماما لا نخرج انني نقولها شي حد اخر. ومن بعد داك المرور ولا عاوتاني كيجي لعندي كيبغي يمارس معايا، وملي ما كنخليهش كيمارس معايا بزز مني، كيتعامل معايا بعنف، ولا ما خليتوش كيبقى يضرب فيا. الغد لي صافي كيمنع عليا انني نتجمع معاهم في بيت، ولا انني ناكل معاهم في الطبله، ما كيهضرش معايا. نهار 28 اغسطس اللي مليها خرجت من الدار، بقات كتهضر معايا ديك السيده، خليتها حتى خرجت ماما الخدمه، وخرج حتى هو لخدمته، وجمعت حوايجي وخرجت ومشيت للطاكسيات، وخديت الطاكسي لبني ملال، ومشيت للمحطه وخلصت الكازا. ملي بدات كت لديك الساعه ما كنتش عارفه فين غادي. كاينين عائلتنا في كازا، كاينين عمامي، ولكن واخا مشيت ديك الساعه ما كنتش كنفكر نمشي لعندهم، حقاش واخا مشيت لعندهم غادي يسولوني، يقولوا علاش جيتي، واش فراسهم. ديك الساعه ما عرفتش فين كنت غادا. ملي ركبت بدات كتهضر معايا السيده كتقول لي غير رجعي، هذه صاحبه ماما خدامه عندها، كتقول لي غير رجعي ويحن الله. عاودت ليها صافي، بديت كنكتب ليها وكنعاود ليها اشنو كاين. قلت لها ما غاديش نرجع الا ما خرجش بابا من الدار، حيتاش راه كيتعامل معايا واحد التعامل خايب، ماشي انني بحال الا انني بنتو، غير بحال انني قلت لي صافي غير رجعي. قلت لها هاد الساعه ما عنديش باش نرجع، قلت لي غير هبطي في البلاصه اللي غادي تكوني قريبه ليها، انا نصيفط لك الفلوس ورجعي. وهبطت في واد الزم وصيفطت لي الفلوس ورجعت عاوتاني لبني ملال، وتعرضت لي المحطه، ومشيت معاها للدار وعيطت على ماما وعاودت ليها اشنو كاين. صافي وماما قدمت الشكايه، ومن بعد جينا لعند الجندرم هنا عاودت ليهم وصيفطونا عاوتاني لبني ملال عند الجندرم، وعاودت ليهم شنو دار وشدوه وصيفطونا للمحكمه.
اه تواجهت معه، قال لي غير كذبات، ماشي انا اللي درت لي هذاك الشيء. حقاسكم قالت لي شي حاجه هنا راه غادي يدير لها شي حاجه، غادي يقتلها. داك الشيء باش ما قلنا لها والو حتى جات لعندنا. كنطالب من المؤسسه توقف معايا واللي شاف هاد الفيديو هادو يوقف معايا وياخذوا لي حقي، هادشي اللي بغيت. اه كانت عندي واحد الصدمه اني ما تقبلتهاش، كنت كنقول لكم كان شي حد براني نتقبلها، ولكن من بابا ما قدرت انني نتقبلها. تمنيت انني كنت ما كنتش بنته، حيت ما كاينش اب لا غادي يدير في بنته هكا. هاد الايامات اللي وليت كنعس بخاطري، وما الايامات اللي دازو ما كنتش كنعس بخاطري، ديما كنعس كنتخيل داكشي اللي واقع، ما كنعسش مرتاحه بحال الايام اللي فات. والمثل الحمد لله هاد الايام هادوها انا ضعت، واللي ضيعني هو الاب ديالي، وانا ما غاديش نسمح ليه، والله ياخذ الحق فيه.